ولمزيد من الحديث عن أزمة الكهرباء في العراق معنا من لندن الأستاذ إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم. مشاهدينكم في جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا. منذ الاحتلال يعاني الشعب العراقي من أزمة الكهرباء، هل هناك إرادة لطرف ما بإبقاء الشعب العراقي في دائرة هذه الأزمات، ولا سيما أزمة الكهرباء ولا سيما في فصل الصيف؟ والله هي الإرادة مؤكد، يعني إرادة أجنبية خارجية أن تعطل الماكينة في العراق، سواء ماكينة المصنع أو التيار الكهربائي أو غيرها من الأمور الإنتاجية، بغية خلق مجتمع تابع يستورد بضاعته من الخارج. وتعرفون أنتم، إحنا سمعنا عن قصص عن استيراد الكرز وأشياء من هذا القبيل من برا البلد، وبنفس الوقت إحنا نعرف أنه من مكونات الدولة هو الطاقة، أي أن الكهرباء وكهرباء البلد تتعلق ليس فقط في حاجة البيوت إلى الكهرباء، إنما حاجة الصناعة، حتى الورش، الحداد والنجار، هذا يحتاج إلى الطاقة الكهربائية. إذن هو قتل هذا الإنتاج، قتل هذه الجوانب، مقومات الإنتاج في البلد، وجعل البلد معتمد إما على الاستيراد أو يغرق في البطالة وفي العوز وفي الحرمان إلى آخره. إحنا عندنا عشرات المصانع معطلة، وهي تحتاج إلى طاقة، صحيح تحتاج إلى إدامة وإعادة تشغيل، لكن تحتاج إلى طاقة، الطاقة مفقودة. إحنا في بلدنا عندنا 3 مصانع من السكر، وعندنا في كل محافظة مصنعين من الإسمنت، وعندنا في كل محافظة مصنعين للغزل والنسيج، وعندنا مصانع ثقيلة لإنتاج المعدات المنزلية وحتى إنتاج السيارات والمحركات والتراكتورات. هذه كلها ماتت، ويلوحون بالاستثمار. الاستثمار يعني خصخصة الاقتصاد، خصخصة الإنتاج، يعني كل واحد يجي يستثمر، ومثل ما سمعنا بالأخير حتى صالات الرياضة عرضوها للاستثمار، وخلوا الشباب بدون ساحات للعب لولا الاخ عدنان، الاستاذ عدنان درجال استلم وزارة الشباب ويحاول ينقذ بعض الساحات ومجالات اللعب للشباب. طيب استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم، على الرغم من المليارات التي صرفت على هذا الموضوع، لكن لم يطرا اي تغيير او تحسن على واقع الكهرباء في العراق. من المستفيد برأيكم من بقاء العراق في حاجة دائمة للطاقة الكهربائية؟ والله طرفين، اللصوص السراق الفاسدين في البلد، في السلطة الحاكمة، وإيران. هذول الفاسدين ينهبوا الأموال اللي تجي إيراد للعراق من مبيعات النفط وبيعات الكبريت والفوسفات والزئبق الأحمر، يحطوها بجيوبهم، وإيران يشترون من عندها بأغلى الأسعار، بأسعار مضاعفة جدا، ولكن لا تفي بالغرض بنفس الوقت. نعم. طيب هذه الأزمات المتلاحقة والتي عجز شركاء العملية السياسية عن حلها، ألا تدلل على سلوك الأحزاب والأهداف الحقيقية من وراء هذه الحكومات المتعاقبة؟ لا، هو هذا سياسة متعمدة. هاي الأحزاب اللي موجودة، الأحزاب اللصوصية اللي مستولية على السلطة، حتى ينددون الناس ويمللوهم ويخضعوهم إلى إرادة الاستثمار. بمعنى هؤلاء هم نفسهم حيستثمرون وسائل الإنتاج، ويستثمرون قوة العمل، ويستثمرون الأرض، ويستثمرون جميع الطاقات الإنتاجية في العراق، وبالتالي حولها إلى قطاع خاص، إلى خصخصة. هم شعارهم الآن الخصخصة والاستثمار، أبداً ما عندهم شعار نحو تطوير الصناعة وتشغيل المصانع المعطلة وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل. هذه ما يتطرقوا لها أبداً. هم غيبوا الخصخصة شوية، سموها استثمار. شايفين كلمة استثمار لذيذة ولطيفة هالشكل يمشوها، يعني هم يبيعون العراق كله استثمار.
نعم. هذا هو القصد. نعم. وحكاها أحد الرؤساء الوزراء، قال اغسلوا إيدكم من الكهرباء، اليوم القيامة ما تصير كهرباء. تمام. هذا كلام رئيس وزراء باجتماع رسمي. نعم. معناها أكو فركة إذن لهم أنه انسوا الصناعة، وإذا عندكم مصانع بيعونا إياها خردة، نشتريها خردة. هي الدبابات العراقية مال الجيش العراقي باعها خردة. نعم. وهي صالحة. تلاحظ؟ فالبلد دا يتعرض إلى التخريب ومعاول التخريب بأيادي هؤلاء السلطة الحاكمة الحالية الفاسدين الموصوفين بالفساد. هم هذول اللي يجرون البلد إلى هذه المأساة. نعم. أشكرك الأستاذ إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.